أقول له خصالك طيبة يا محمد، لا تنحصى ولا تنعد. خصالك طيبة يا محمد، لا تنحصى ولا تنعد. يا سبع الشلت كلفات، يا فارس يا جلعت صد. تهتز لو سمعت الويت مثل صل الجبل وزيد. يبا تهتز لو سمعت الويت مثل صل الجبل وزيد. يصيتك وصل للصين ولأمريكا وتعدى الحد. تصعد كل جبل عالي وانت الماء لك مصعد. تسوى لوردت يا شيخ من عمر الشعب يعطيك. تسوى لوردت يا شيخ من عمر الشعب يعطيك. اليوصف يعجز لسانه وتعجز تكتب الأقلام. اليوصف يعجز لسانه وتعجز تكتب الأقلام. يا شيخ العرب كلها يمحقق الأحلام. يا نبع الشرف والطيب والعزة والإقدام. يا الكلك رجولة وفخر يا ناصر الإسلام. يا سيفك بريج سهيل محمد للظلم هدام. بيك راس العرب مرفوع يبا، بيك راس العرب مرفوع لا ينذل ولا ينظام. ولو صار الفزع تلقاه أبو خالد بالفزع جدام. يم واحد قلوب العرب تسلم ولك من السلام. يم واحد قلوب العرب تسلم ولك من السلام. العزم بدو وحضر كانوا على غصن وسم. غصن يشد بها الظهر والطيب يكسون الطيب. أهل العزم بدو وحضر كانوا على غصن وسم. ناس يشد الظهر والطيب يجزونه بطيب. وفي عيالهم يجنى الثمر ما بين طيار وطبيب. ومهندس ينتج فكر ويطور العقل اللي بيب. في العصب أصبح له مقر ويضخ من حب جانبي. أنا اسمي طوني غسان عانا من سوريا مدينة طرابلس. موجود في البلد من سنة 2002. أنا مدير مطعم تورينو. المطعم فتح من حوالي 7 سنوات. بلشنا فيه بقسم كتير صغير بس أكل إيطالي عبارة عن بيتزا وباستا. شوي شوي بلشنا نطور حسب الناس اللي ساكنين هون في المنطقة وجنسياتهم المختلفة. دخلنا ستيكات، دخلنا شغلات عالمية مثل كورنيت كونتيننتال، دخلنا شيء لبناني، السلطات العربية تبعنا الموجودة، المشاوي، المنعيش، الفطور العربي. بعدين دخلنا شوية أكل إماراتي، عامل بالرز والشاش برياني مندي مدفون. كل هذا كله دخلناه لحتى نقدر نستقطب اكبر كميه من الناس الموجودين هون، وعلى طول بنخلي زباينا مبسوطين وبيعمل على الاكل على الكواليتي اللي بنقدمها وعلى الخدمه. واسعارنا كثير كثير مدبوسه والحمد لله. عم نسعى نطور حالنا زياده، ندور على فرع ثاني وثالث ورابع ان شاء الله. تقدم على الموت الحمر وترهي على الوضع الصعيب. منهم مثل سحب المطر والأي محتاج نتيب. وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب. وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب. وحضر كانوا على غصن وسيف.
حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء لآل الاتحاد بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لآل الاتحاد، وكما عودناكم دائما بتسليط الضوء على قصص نجاح مميزة داخل دولة الإمارات. نحن اليوم بإمارة دبي بضيافة مطعم ومقهى تورينو ومالكه السيد عقيد طاهر. أهلا وسهلا سيد عقيد. أهلا وسهلا، ميت مرحبا وحياكم الله، ورمضان كريم إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله يا رب يحفظ الشعب الطيب ويحفظ شيوخنا الكرام إن شاء الله، ينعاد عليهم كل سنة هم بألف خير إن شاء الله. وأنت بألف خير. بالبداية منرحب بحضرتك معنا في برنامج لآل الاتحاد، وحابين نتعرف على شخصك الكريم لجميع متابعينا. وإحنا نرحب بكم ويت أهلا وسهلا فيكم، وهذا مكانكم. أنا اسمي عقيد مطرب طاهر. نعم. هذه إلى قصة بعد الاسم هذا. نعم. والدي الله يرحمه متزوج 9. نعم. شيخ قبيلة بالعراق. نعم. قبيلة بن سعيد إحنا. بالناصرية، فأمي الأخيرة أسمانا كلها رتب عسكرية. نعم. أركان ومشير فريق عميد عقيد أميرة حظيرة انقلاب. ما شاء الله. زين. فهذه ما أدري الحج بعد كان عنده طموح إنه يصير. نعم. ما حد فلح فينا، بس عميد الحين عميد بالبحرية بالعراق. بس هذا ولا بقي عريف ولا مساعد ضابط ما حد. يا مرحبا بكم. سيد عقيد، نعود إلى ما قبل 25 عاما من بداية وجودك داخل دولة الإمارات، نتحدث عن هذه السنوات الطويلة، حدثنا عن بداية الخطوات الأولى لقدومك داخل الدولة، كيف كانت؟ قبل الدولة كنت طبعا أنا بهولندا. نعم. من 93 وصلت هولندا، وكنا يعني ما عندنا شيء، راتب ناخذ راتب بطالة. نعم. وندرس اللغة الهولندية، تعرف اللي يروح هناك لاجئ يدرس اللغة أول شيء وشيء ويتعلم، فما كان عندنا شيء، وكان الحصار على العراق. نعم. تعرف، فكنا الراتب نقسمه بالنص بيننا وبين أهلنا اللي بالعراق، أنا من جهة وزوجتي تحول أهلها من جهة، فقلت لك الراتب يعني نقسمه نصين. نعم. راتب زوجتي وراتب نودي لأهل العراق نساعد. المهم، فصارت عندي شخص بالبحرين كنت أعرفه، يعني مراسلات بيني وبينه، قلت له الحين بهولندا شو اقدر اسوي بزنس، كيف اقدر؟ قال والله بعث لي تيارات صغيره. نعم. والله رحت تدينت وشاركت حد وبعث له كونتينر صغيره 20 قدم، تيارات مستعمله وتعرف الشيء، ولميت منها واستلفت منها وودينا الكونتينر والله. نعم. فهاي كانت بدايه الفكره. نعم. بعدين تطورت عندي، قمت اسمع الامارات الامارات الامارات، فالشيء يجذب يعني صراحة دولة الإمارات، وأنت برا تسمع الإمارات أبوظبي دبي كل الإمارات الثانية والنعم، شيء يجذبك، شيء يحفزك، شيء يدفعك أن تروح. صحيح. شوف هالبلاد. صحيح. اللي تسمع فيها عن العدل، عن الكرم، عن فرص العمل الموجودة، الاستثمار، عن التسهيلات، عن كل شيء. لأن أنا والله أنا يوم جيت لهنا يعني شفت واحد نقيب بالتلفزيون يطلع قال مهرجان دبي وما شفت، انا جيت من غير جواز، تصدق انا دخلت دوله الامارات جيت من فرانكفورت من غير جواز؟ نعم. قصه طويله، هي حلقه ثانيه نسوي لها. المهم، فتخصصت بمجال التاير، هذا صار حافز لي، التجربه اللي جربتها صار حافز لي. نعم. تعلمت والله وين ناس، رحت امستردام، ناس بالميرا، هم يعني من اخواننا اليهود، انا ما اعرف بهم والله يهود، هناك ما حد يسال. نعم. اي بس احنا شويه بينا مرات الا حشرين الا نسال. ما المهم عرفت يهود. نعم. قبل تعرف. فرحت ياخذوني لالمانيا يعلموني على التاير المستعمل اللي نجيبه كيف نشيكه، شو العطل اللي فيه، شو اللي ضرب اللي يصلح الماي يصلح، يعطوني 50 خلدن جلدر. نعم. هاي. آه. قبل اليورو. نعم. وتونست عرفت هذا، بعدين فكرت قلت خل اتصلت صراحه بذاك الوقت اتصلت بال95 بالدائره غرفه التجاره. نعم. طلبت منهم اسماء الشركات اللي تشتغل بمجال التايرز. حلو. والله ما صدقت ولا يجيني ظرف كل العناوين اللي يشتغلوا بالتاير الجديد. جميل. التاير المستعمل مش عارف. نعم. المهم والله صدفه اتصلت، اخذت واحد من الارقام اتصلت والتاج صارت علاقه بينه وبينه اجاني. نعم. سيد عقيد، يعني انتقلت من مجال التجاره والاستثمار الى مجال الضيافه وقطاع المطاعم، لماذا اختار السيد عقيد الانتقال من هذا المجال إلى هذا الخط، خط الضيافة، خط المطاعم، خط السياحة بالتحديد؟ أنا والله ما انتقلت. نعم. بقى شغلي بالتاير. بس أنا من النوع اللي ما أحب
اقعد باوفيس وطاوله وما اعرف شو، لا احب فرق. اقعد مزاجي اكل، فعملت هذا المطعم الي ولاصحابي واصدقائي، ويجوني الزباين من اوروبا، عندي زباين اللي يجون ياخذون هذه التوائل يشترونها من عندي، فصار هو مكتب وهو مطعم، يعني ما اخذته كمجال للربح، ليس مجال تجاري، بس احب انجح. نعم، حتى لو ما دخلت فلوس اشتغل عند ناس تجي يوميه، هذا الشيء اللي يفرحني اكثر من الفلوس. نعم. والفلوس اكيد موجوده بالامارات يعني. نعم. صراحه. نعم. الفائده موجوده. نعم. موجود. كيف يرى السيد عقيد النجاح من منظوره الشخصي؟ صدق. نعم. يوم تكون صادق مع نفسك، يوم تعرف شو تبغى، شو المشروع، شو الشيء القريب منك، وتكون صادق به، تعملها دراسة، ويوم تبدي ابدي صح. نعم. ابدي استراتيجية صحيحة. أكيد. تمام. أكيد. الصدق ينجحك. نعم. سيد عقيد، يعني كما نعلم أن رحلة النجاح لا يمكن أن تكتمل بشكل فردي، لابد أن تكون بشكل جماعي لتكتمل هذه الرحلة. من هم الأشخاص الذين ساندوا السيد عقيد للوصول إلى ما هو عليه لهذا اليوم؟ والله صراحة المساند هو رب العالمين أول شيء قبل. نعم. البشر كلها، يعني هو ربنا المساند والمساعد، وصراحة ما يعني ما حد ساعدني إلا مثلا أنا تفكيري وشطارتي ولباقتي وصدقي مع الناس. الطموح والشغف. نعم. وطموحي يعني هذا هو الشيء اللي ساعدني. قلت لك انا جيت للامارات بال 96 بجيبي 18000 درهم. نعم. كل ربع ساعه اطلعهم واحسبهم خاف نكسر. نعم. ورديتهم زين. الحين الحمد لله والشكر عندي فيلا بهولندا، وعندي شقه بالجي ال تي، عندي المطعم، ساعدت اهلي بالعراق ايام الحصار، وللحين ساعدت ناس الحمد لله اللي نقدر عليه نساعد فيه، والحمد لله كلهم بالخير. الامارات خير زايد الله. نعم. يرحمه ان شاء الله ويطول لنا بعمر. نعم. خليفه محمد بن زايد ان شاء الله يا رب، وكل الشيوخ الكرام ان شاء الله يا رب. سيد عقيد، اذا اردنا ان نتحدث عن ابرز التطلعات لحضرتك في هذا المجال والخطط المستقبليه لك في هذا المجال، ما هي؟ والله صراحه انا من النوع القنوع. نعم. انا مقتنع بهذا مثلا. اوكي، اذا اقدر اريد اطور اقدر مثلا افتح لي مطعم ثاني او شيء، بس انا ما احب. انا شغلي التايرز. نعم. تجاره بالتاير مستعمل الجديد وغيره، هذا. نعم. اطول هذا اخذته كهواي، بس الحمد لله بدا رغم كورونا الحين، والحمد لله والشكر بنستفاد وبندخل فايده. صدق قبل ما كورونا هذا البلاد مرزوقه، وهاي البلاد ابدا ما يمر بها ضيق، لو شويه مرات الامور تنزل اقتصاديا شيء، بس لا هنا الامارات، لا الإمارات غير بلدان كلها. نعم نعم، بالتأكيد. نتحدث بالتأكيد عن دولة الإمارات وعن قوانين دولة الإمارات وعن الدعم الذي تقدمه للمستثمرين والمشاريع المقامة داخلها. والله شوف، هذا الحافز الرئيسي اللي يخلي الناس تجي الإمارات، الحمد لله دولة أمن وأمان. نعم. دولة قانون. نعم. حقك أنت مرات تروح تقدر تشتكي على البلدية، تقدر تشتكي وين موجوده هذا بالعالم؟ احنا اخذ لك بالعراق تقدر تشتكي على دائره حكوميه. نعم. وتاخذ حقك منها بالمحكمه، ماكو شيء. فراس المال مثل ما يقولوا جبان. جبان طبعا. تريد الامان، الامان موجود، القوانين موجوده، واحترامها بعد موجود، تسهيلات صحيح، والسهر والشيوخنا الكرام اللي هالمبادئ هالكرم هالطيبه هالعفه بالتعامل يعني انت تريد توصل اي مكان اي مسؤول توصل له بسهوله. صحيح. ما في صعوبات، انا من ناحيه الدوله ما اشوف صعوبات. نعم. بالعكس، الصعوبات هي ممكن بداخل الانسان نفسه، الكسل، هو ما يجتهد ما غيره، بس هالامور موجوده هنا بالبلاد. نعم. والله ان شاء الله يحفظها يا رب. نعم. سيد عقيد، من خلال هذه التجربه الطويله لك داخل البلاد 25 عاما ما شاء الله، ما هي الرساله التي نود من حضرتك ان نوجهها الى الشباب وهذا الجيل المقبل الى الحياه العمليه؟ وانت بالتاكيد خير مثالا لهذا الشباب. والله بالنسبه للشباب، في الشباب اللي برا والشباب اللي هون. الشباب اللي برا اللي عنده طموح، اللي يبغى يعمل مشروع، اللي عنده فكره ابداع، اللي عنده راس مال ويبغى يشغله،
أشجع من كل الدول العربية والإسلامية والعالمية أن يجي دولة الإمارات، لأن ما راح يندم وراح يلقى كل شيء اللي متوقعه من خير واللي ما متوقعه بعد من خير أزيد. وبالنسبة للشبابنا هنا الموجودين بعد، هم بعد أولى، والشباب هنا ما شاء الله حسب ما نعرف وما نسمع وما نقرأ الدولة ما مقصرة فيهم، سوية تحفيز وتدعم وقروض من غير فوائد وقروض مسامحة وفاتحة معاهد وفاتحة أمور كثيرة للتعليم والتدريس ولكل شيء حق الاستثمار. والاستثمار هنا بالدولة، مثلا واحد ليش يبقى على راتبه؟ يعني ليش أنا أروح مثلا شيء أشتغل ببلدية ولا مش عارف شو ولا وين وأتحدد براتب 20-30-40؟ لا، أشتغل أفتح مخي أشوف هذا الناس اللي جاية من برا واللي تستثمر والله يعطيهم العافية أهلا وسهلا فيهم ويجوا هنا ويستفادوا، ليش ما أنا كمان هم استفاد وأنا بعد اللي حق وهي بلادي. إنزين، فأفكر وأشوف وأدرس هذه الناس كيف وصلت كيف سووا وأسووا مثلهم، ومو عيب واحد يشوف تجربة غيره ويستفاد منها. لأن أنت صغير بعدك بسني شباب ما عندك تجربة، تقرأ بس أنت اقرأ تجارب غيرك عشان النجاح. نعم إن شاء الله نجح. نعم سيد عقيد، نود أن نوجه كلمة إلى قادة وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم الذين يقدمونه داخل الدولة. والله شوف، هو شو ما نشكر شيوخنا الكرام على رأسهم الشيخ خليفة بن زايد الله طول بعمره، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، كل شيوخنا الكرام الثانيين، شيوخ الإمارات الطيبين الكرام اللي جاويت، كلمة شكر قليلة. نعم يعني شو نقولهم؟ شو أنت اجيت بجيبك 18,000 درهم يا أخي، الحين عندك ملايين، شو تشكر؟ لو أصلي له ما أوفي حقهم. نعم. مشكورين ويطول بعمارهم إن شاء الله، وريد منهم بعد مزيد دعم للناس والشبابهم وللناس ما مقصرين الناس ويانا، لا مقيم والله ما حس فرق بيني وبين المواطن وبين هذا، أنا عراقي هولندي إماراتي، هسه أنا أقول إماراتي هولندي عراقي، لأن اللي شفته بالإمارات واللي خدته من الإمارات من الشيوخ الإمارات ومن دعمه الله يرحم زايد أكيد هو اللي هو راشد بن سعيد الله يغفر لهم إن شاء الله ودارهم الجنة، ذولا اللي بنوا هالدولة العظيمة اللي أسسوا لهالكيان اللي ما موجود بالعالم مثله، الله يرحمهم والله يوفق الأحياء منهم إن شاء الله يا رب.